بغيت حقي في بنتي، انا بنتي ما نضيعش فيها، واخا يعطيوني الذهب في بنتي ما كتعوضش ليا بنتي، ما غاداش عندنا غدا نولدها، ما بقاتش كتعوض ليا بنتي والو. غير انا مشيت لعبد الله عاد نشوفها، ولا بنتي ما نضيعش فيها، انا بغيت حقي في بنتي، ضيعوني في بنتي. وهذا المجرمين اللي داروا ليها بحال هك، انا بغيتهم يتعدموا ونشوفهم، انا بغيتهم يتعدموا ها ونشوفهم، ما بغيتهمش يبقاو بشي حاجه. انا بغيت هاد المجرمين، بغيتهم اللي داروا لبنتي هذيك الحاله ونشروها، انا بغيتهم يتعدموا، ما بغيتهمش يبقاو. باش تلقايش الحاله ديالها؟ حالتها من وجهها عندها ضرب، عندها ضربه هنا والوجه ما مخلينش ليها في وجهها، راسها ما شفتوش. بنتي داروها، بنتي تكرفصوا عليها، بنتي محنوها، بنتي اليوم دارك الملكي ما عطانيش حقي في بنتي، انا ضعت في بنتي، وانا ما باغاش هذه، عندها سيمانه وما كاينش، ما عطونيش، ما بانش هذا المجرم اللي دار ليها كيك. ما عرفتش انا شكون اللي قاتل ليا بنتي. كيفاش قتلات؟ كيفاش قتلت؟ وقتها جاتني الخبار. عيطت صاحبتها لعمها، جا عيط الخو لعمامها الاخرين، ومشيت معاهم نجري. مشيت للدرك الملكي، ما كاين حتى حاجه، صطم داوها. دخلت شفتيها؟ لا ما شفتهاش، حتى غسلوها عاد شفتها. كيفاش لقيتي الحاله ديالها؟ حالتها من وجهها. عندها ضربه هنا والوجه ما مخلينش ليها في وجهها، راسها ما شفتوش. طيب الشعر ديال اللي قلتها للمراه، قلت لها غادا تعري ليا المغسلتها، قلت لها غادا تعري ليا بنتي، قالت لي لا ما انا غسلتها ما نعريش لك بنتك، ما بغاتش ليا، ما بغاتش تعريها. واش قالت لك الطبيبه؟ الطبيبه ما دويتش معاها. ما دويتش مع الطبيب؟ لا. طب الشرعي؟ لا. تشريح؟ لا ما قالش ليا. والو. لا ما قالش ليا. كيفاش جاتك الاخبار؟ فين كنتي؟ فين كنت؟ في الدار هنايا. يلاه كنت، يلاه الله باقى ما وصلت، كاع ما تغديت كاع. جاتني الخبار، جا دخل قال لي ودوسي، قال لي راه غادي، راه بنتك ماتت. من تماك مشيت نجري. البنيه كيفاش كان السلوك ديالها؟ اش كتشد؟ مسكينه كتخدم على وليداتها. خدامه كتمشي للموقف، كتمشي للديار، كتمشي مسكينه تلوط على ولادها وصافي. خدامه على ولادها. عندها جوج الاولاد، عندها بنيه وليد. باش حسي دابا وانتي ما عرفتيش علاش؟ هذا حاسه بكل مريضه. تحسي بحقره؟ محقوره هي، ماشي عاد، هذه خمس ايام وماشي حقره هذه. انا ما كنبغيش بنتي تضيع عليا. انا بغيتهم يعطوني حقي في بنتي، راه ضايعه عليا. شابه صغيره يلاه عندها 23 عام. ماشي كبيره شي حاجه زعما كاين خفيفه، راه شي حاجه ثقيله. كيفاش كان السلوك ديالها مع الناس؟ درويش ما نقولش لك عليها، سير سقول عليها الجيران، سقول عليها الناس اللي كانت تماك جيرانهم. انت راه باقي غير صغيره، راه بنت 23 عام. الحاله ديالها كي دايره؟ كيفاش شتي الحاله ديالها؟ حالتها واعره، حالتها لا شتيها ما تاكلش الزرع، مازال انا الشرطه قلاحوا ليها لاحوا ليها تصاور نشروهم ليها، علاش ماشي مسلمه؟ علاه تيديروا الحق على الاجنبيين وهي مال؟ علاش يشنعوها في المغرب كيكاكين؟ ماشي مغربيه، علاش حقره؟ ظلم على ما بقاش الحق في البلاد. انا هذه راه ولات حقره هذه. عرفتي الاولاد عندنا ما كيرقدوش، العيالات مساكن كيباتوا مجمعين باركين، علاش مالهم حقره هذه؟ علاش؟ علاش تيجرى لي هذاك الامر؟ كيجرى لشي حد؟ في جرى لهذا الشيء؟ شنو بلاصتك؟ في جقمه برشيد. كانت غادا الخدمه؟ كانت غادا الخدمه، ولا كنت كذب عليك؟ انا ما كنتش معاها، انا باش كنكذب معاك ما نكذبش. انا ما بغيت، انا اليوم انا بغيت الدرك الملكي، علاش تنشروا بنتي في التصاور؟ دابا انا اليوم انا فيا كتشوف في حالتي كيفاش دايره، وانا ما باغاش بنتي ينشروا لي، يديروا لي هذيك الحاله، يديروا لي هذيك الجثه بحال كيكواك، يلوحوا في تصاورها، ينشروا في تصاورها. علاش؟ كيفاش؟ مالها؟ ماشي مغربيه؟ الجنابيين وداروا لهم حقهم، وانا بغيت حقي في بنتي، انا ما كنضيعش في بنتي، ما باغاش انا حقي نضيع في بنتي. علاش؟ ها؟ علاش؟ مالها؟ انا بغيت هذا الشيء كله يوصل لسيدنا، يوصل لسيدنا. علاش هذا راه ظلم؟ هذا ما كاينش الحق في البلاد، يعطوني حقي في بنتي، ولا غادا ندير مظاهره ونطلع على الرباط.
التي يعطوني حقي في بنتي، لان بنتي باغا نضيع فيها، ما نضيعش في بنتي. بنتي راه عندها جوج صغار، كي غندير ليهم مالهم؟ علاش تضيعوا هذوك الوليدات خدامه عليهم؟ واش تشويتي في بنتك؟ اي تمحنت في بنتي، تمحنت. انا دابا درك فيا باقا فيا الصدمه، باقا فيا ما كنقدش نوقف ولا كنقد. اخر مره اخر مقابله شي شهرين مشتها، كان جاي عندي اليوم جاي عندي، عيطت لي في العيد وقالت لي انا غادي نجي. مسكينه كتحاول باش تجي لعندي. شنو هي رسالتك للمغاربه؟ ها؟ رسالتك شنو بغيتي تقولي للمغاربه؟ شنو يوقفوا معاه؟ تعاوني معايا في هذه بنتي، ضاعت لي بنتي. اللي عنده شي سلطه يوقف، اللي عنده شي سلطه، هي راه ما عندهاش شي سلطه، شي سلطه اللي غادا تكون معتبره فيها، هي ما عندهاش. وانا اليوم باغا شي حد تفاد السلطه كتوقف لي مع بنتي، يعطوني حقي في بنتي. انا غادا ندير مظاهره ونطلع للرباط المغربيه، انا رانا عا في الباديه، انا بغيتهم يعطوني حقي في بنتي، ضيعوني فيها. انا اليوم بنتي ما بغيتش نضيع في بنتي، انا حيت درويشه وفقيره ما بغاوش يعطوني حقي في بنتي. انا باغا، انا غا في الباديه، انا راه باغاهم يعطوني حقي في بنتي، ما بغاش نضيع في بنتي. علاش نضيع في بنتي؟ مالي؟ علاش؟ حيت درويشه، حيت في الباديه هذوك المجنبيين مالهم عطاهم حقهم؟ علاش مالهم؟ كاينه شي حاجه؟ انا باغا حقي في بنتي. انا غادا نبقى متابعه هذا الشيء على بنتي عيل انا مت، غنبقى متابعاه عيل انا مت. هاد الشيء ديال بنتي غادا نبقى متابعاه. علاش تيديروا لها بحال هكاك؟ علاش مالها؟ علاش تيديروا لها المجرمين؟ المجرمين راه خصهم يتعدموا، المجرمين راه خصهم يتعدموا، ما خصهمش يبقاو في الدنيا. خصو كنشوفهم يعذبوهم كما عذبوها. كاين شي حد كيحيدوا ليه اللحم، تحيدوه ليها هي. وانا مازال ما شفتش تصاور اليوم نياه، ما قادراش نشوفهم. الموت راه كنحس براسي، كنحس براسي ما كنقدرش نوقف. اليوم راه مخلي جوج الوليدات باقيين صغار مساكن، كي غندير لهم انايا؟ اش بغاو بهذا الشيء؟ علاش مالها؟ اش دارت؟ الجنابيين داير ليهم هي مسكينه، مالها؟ ماشي مغربيه، انا عايره درويشه، ماشي من ذاك الناس، انا في الباديه. ما خصهمش يديروا لبنتي بحال هك. انا بغيت اليوم حقي في بنتي، ولا غندير المظاهره ونطلع للرباط. صح.